اولا ايش اللي دار بينك وبين ليونيل ميسي في الملعب؟ يعني في فيديو ان انت توجهت اليه، فايه السبب؟ بينه وبينه في فيديو بينك وبين ميسي، ممكن نعرف اللي دار؟ قلت له اتوقع انه ما راح تفوز، وانت شاورت على التيشيرت بتاعه. ايوه ما راح تفوز، قلت له ما راح تفوز.